الأخير ومثله ما أخرجه البزار من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ بيدي علي فقال: إن موسى سأل ربه أن يطهر مسجده بهارون، وإني سألت ربي أن يطهر مسجدي بك، ثم طيب أرسل إلى أبيك ايه اسال يا بكر، يلا ماشي اكمل. أن سد بابك فاسترجع. ثم قال: سمعا وطاعة. ثم أرسل إلى عمر، ثم أرسل إلى عباس مثله. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنا سددت أبوابكم وفتحت باب علي، ولكن الله فتح بابه وسد أبوابكم. وهذا القدر كاف لما أردناه من تشبيه علي بهارون في جميع المنازل والشؤون والسلام. خلص. ها طيب، هذا الحديث خرجه البزار من طريق عبيد الله بن موسى قال: حدثنا ابو ميمونه عن عيسى المدني عن علي بن الحسين عن ابيه عن علي بن ابي طالب. طيب، وقال البزار: ابو ميمونه مجهول، وعيسى الملائي لا نعلم روى الا هذا. قلت: عيسى الملائي؟ قال ابو فتح الازدي: تركوه. طيب، وقال البزار، عفوا الهيثمي، قال: رواه البزار في اسناده من لم اعرفه. ثانيا، لو تقرا الحديث طيب من أوله، عفوا بس الكلمة الأولى في الحديث: أخذ بيدي علي فقال: إن موسى سأل ربه أن إيه؟ يطهر مسجده بهارون، أيوة، وإني سألت ربي أن يطهر مسجدي بك. في أحد يطهر المسجد؟ هل علي يطهر المسجد رضي الله عنه؟ مسجد بيت الله يحتاج أحد يطهره؟ هذا ما يدلك على ركاكة اللفظ، وأنه لا يمكن أن يقوله النبي صلوات ربي وسلامه عليه.